انت صديقات العمر، بس احتاج اعترف بشيء، وادري انك تعصبي اذا كنت جيعانه. حتشي وش فيه؟ انور الكراش حقك عطاني ورده بالفالنتاين. ايش؟ ما ادري ارفضها ولا لا. قاعده تفكرين بعد؟ والله مو بقصدي اني حلوه. بس كيف؟ انا اعرف انه يحب الشقراوات وال وش قصدك يحب النحيفات؟ ها قوليها، قولي اني دبه، على الاقل ماني بهيكل عظمي يا فرعونه. 20 سنه صداقه اعرفك من ايام الحضانه ومتحملتك وتنمرش علي. انت قبلتي الورده صح؟ وينها؟ اعطيني، شكله ملخبط بيني وبينك، عنده حول ولا شيء؟ لا لا، الورده زرعتها بالحوش وضافني بسناب بعد. ها وش تبي؟ وخروا العشاء هذا عني، شكلي بتعشى اليوم شيء ثاني. يلا نجدد ذكريات الطفوله. يلا تعالي. اول واحده ولا اخر واحده تقولي دبه؟ يلا اقول انطمي، خذي هذه وكلي تلبيب.